بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. بإذن الله هتكلم عن الفالفولار هارت ديزيز. طيب الفالفولار هارت ديزيز توبيك تقيل جدا، توبيك كبير جدا، ولكن لو اتفهم أو لو فهمنا كل حاجة ليه اتسمت كذا أو كل حاجة ليه السبب بتاعها، الموضوع هيبقى سهل جدا. أصعب حاجة في الفالفولار هارت ديزيز هو إن إحنا نفهم ال physical findings او نفهم الاوسكالتاتري findings. ما عنديش مشكله خالص في الكوزز، ما عنديش مشكله خالص في الانفستيجيشن اللي هتتعمل، ما عنديش مشكله حتى في التريتمنت، كلها حاجات منطقيه على حسب الديزيز. ولكن اللي بيبقى مش منطقي او مش مفهوم هو الفيزيكال فايندنج او الاوسكالتاتري فايندنجز والتاثير بتاع كل ديزيز على الهارت. مين بيعمل ليفت فينتريكولار هايبرتوفي، مين بيعمل رايت فينتريكولار هايبرتوفي، يعني ايه بي اكسنتويشن، بي تو اكسنتويشن، يعني ايه اوبننج سناب، يعني ايه البري سيستوليك اكسنتويشن هيديسابير مع الاتريال فايبريليشن، القصه دي تمام. ده هنفهمه ان شاء الله. طيب علشان افهم الفالفر هارت ديزيز محتاج اكون فاهم الكاردياك سايكل كويس، فلازم نعمل كاردياك سايكل ريكاب. نعمل ريكاب سريع كده على الكاردياك سايكل. الكاردياك سايكل عباره عن 8 فيزز وعباره عن 8 تشينجز. هنلاقي ان الجزء من البرزنتيشن اللي معروض قدامنا دوت هو اصلا مسحوب من جزء برزنتيشن، من برزنتيشن كامله على الكاردياك سايكل، هتلاقيها برده على التشانل لو حابب يعني ايه انك تشوف الكاردياك سايكل في التشانل تمام. طيب هنتكلم عن سريعا عن الفيزز بتاعه الكارديك سايكل. هنتكلم عن تو تشينجز بس او ثري تشينجز بس بتحصل اثناء الكارديك سايكل، مش هتكلم عن الثمانيه كلهم. يعني ببساطه شديده انا بس هتذكر معاكم الكارديك سايكل فيما يخدم او يخدم على الدرس بتاعنا، لان الدرس بتاعنا لازم نبقى فاهم، نبقى فاهمين السايكل كويس او الكارديك سايكل كويس. طيب فيز رقم واحد هي الاتيال سيستول. بس قبل ما اخش في التفاصيل بس الفيز، احنا محتاجين نعرف الموديل بتاعنا اللي هنشرح عليه. ده الموديل او المنظر اللي قدامنا بتاع الهارت، ده نص هارت تمام. ما ينطبق على النص ده هينطبق على النص التاني عادي تمام. طيب اللي قدامنا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اول حاجه الحاجه اللي جايبه لي فينس درينج بتدخله على الاتري اللي هو السوبيريور فينا كافا في حاله الرايت اتريوم، او البالمونري فين في حاله الليفت اتريوم تمام. ده مين؟ ده الاتري سواء ليفت او رايت. ده مين؟ ده الاورطه اللي بياخد الدم من الفنتريكل يوديه للبريفرنس سيركيوليشن في حاله الليفت فنتريكل او في حاله الرايت فنتريكل، ده البالمونري ارتري تمام. ثم بعد ذلك ده مين؟ ده الفنتريكل. طيب ما بين الاتريا والفنتريكل في التشانل اللي ما بينهم او الفالف اللي هو الاتريو فنتريكولار فالف، وما بين الفنتريكل والحاجه اللي طالعه منه اللي هتضخ الدم سواء لللنج او البريفرنس سيركيوليشن هو السيميليونر فالف. ده الموديل بتاعنا، ده اللي هنشرح عليه، وده اللي هيكون كل الرسومات ايه اللي جايه عليه. حلو الكلام قوي. اول حاجه، اول فيز عندنا هي الاتريال سيستول. يعني ايه؟ يعني الاتريوم بيبدا يكونتراكت علشان يضخ 30% من الدم بالايه؟ من الاتريا للفنتريكل خلال الاترو فنتريكولار فالف. الله، 30%، امال فين ال 70%؟ اه، ما ال 70% هتعرفهم في اخر السايكل، اصل هي اسمها سايكل دايره، فمن اي مكان هتبدا هتنتهي عند نفس المكان. فاحنا بدانا من اول الاتريال سيستول. بيحصل فيها ايه؟ بيحصل كونتراكشن للاتريا على الاتريوم علشان يضخ 30% من الدم، وهنعرف 70% بعدين. فيبدا يزيد البريشر جوه الفنتريكل عشان في دم ساب الاتريوم ودخل على الفنتريكل تمام. والفنتريكل في نفس الوقت بيحاول ان هو يعمل ريلاكسيشن علشان ياكوميديت البلاد ده تمام. يبقى في ايه؟ ثلاث تغيرات او ثلاث احداث بتحصل في الاتريال سيستول. دي فيز رقم واحد. فيز رقم اثنين هي الايزو فولومتريك كونتراكشن او فنتريكولار سيستول 1. ما الفنتريكولار سيستول بيحصل على مدار ثلاثه فيزز، بياخد ثلاثه فيزز، فبنسمي دي فنتريكولار سيستول 1 او اللي هي الايزو فولومتريك كونتراكشن. من اسمها ايزو يعني ثابت، فولومتريك يعني فوليوم، يعني مفيش تغير في الفوليوم. يعني دلوقتي الفنتريكل ده مليان دم، ولكن في نفس الوقت هو بيحاول يكونتراكت، بيحاول يكونتراكت استعدادا للسيستول، بس الفالفات كلها مقفوله. حصل كلوجر للاترو فينتريكولار فالف لان الدم ال 30% نزلوا خلاص من الاتريا، والاتريا المفروض دلوقتي يعني كاني بقول ان هو فاضي تمام، والدم كله نزل جوه الفنتريكل. في نفس الوقت لسه ما حصلش ايجكشن، يعني لسه ما حصلش سيستول، الدم لسه ما اتضخش، فالدنيا هنا غرفه محبوسه. فالفنتريكل بيكونتراكت، فالبريشر بيعلى، بيفضل يعلى يعلى يعلى، لكن في نفس الوقت الفوليوم غير متغير تمام. الفوليوم غير متغير تمام.
ببساطه شديده برضو عشان نبقى فاهمين، دي كاني جبت كوره بولينج وحطيتها في ايدي وبضغط عليها جامد، هل حجم كوره البولينج تغير؟ الفوليوم بتاعها اتغير؟ الاجابه لا، ولكن البريشر الواقع على كوره البولينج او كوره البلياردو عشان نعرف نمسكها، هي بقت ايه؟ بقت بريشر الواقع عليها ضيق جدا، قوي جدا، تمام؟ فالبريشر يبدا يعلى 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 لحد ما يوصل ل 80 مليمتر مركري في حاله الليفت و10 مليمتر مركري في حاله الايه؟ الرايت. يبقى كلوجر اوف اتروفنتريكولار فالف، كونتراكشن اوف ذا فنتريكل وذ كلوزد فالف، وبعد كده يبدا البريشر يعلى لحد ما يوصل لل 80 وال10، تمام؟ طيب باكد تاني، اللحظه ديت كل الفالفات مقفوله، all valves in isovolumetric phase are closed، كلهم مقفولين، تمام؟ يبدا بعد كده فنتريكولار سيستول 2 او الرابيد ايجكشن فيز، بصينا لقينا ان الفنتريكل بقى اصغر اهو، كان الاول فنتريكل كان ايه؟ كان واسع اهو لان لسه ما فيش الدم مليان جوه، لكن دلوقتي الفالف، سوري، الفالف فتح، تمام؟ الفالف فتح، فلما فتح بتاع الاورطه اللي هو السيميليونر فالف، كل الدم اتضخ، كل الدم اتضخ. البريشر ساعتها هنا في الفنتريكل كام؟ 120 مليمتر مركري في حاله الليفت و25 مليمتر مركري في حاله الرايت. حصل فنتريكولار كونتراكشن، دي الفنتريكولار سيستول 2 او الرابيد ايجكشن فيز، كل الدم اتضخ في الاورطه وكل الدم اتضخ في البلمون، تمام؟ طيب امتى الفالف ده بيحصل بيفتح؟ بيفتح لما نوصل هنا بالبريشر ل 80 اللي هي في الايه؟ في الفيز اللي قبليها، يعني هنا البريشر يفضل يعلى يعلى يعلى، اول لما يوصل ل 80 تقريبا يبدا الاورطه يفتح ويبدا البالمونري يفتح فيتضخ الدم ونخش في الفنتريكولار سيستول 2 اللي هي الرابيد ايجكشن فيز. طيب هيفضل لسه بيحصل كونتينوس ايجكشن اوف ذا بلاد، فبالتالي ده اسمها الريديوس ايجكشن، يعني جزء دم كبير خلاص انتقل للاورطه او انتقل للبريفرال سيركيوليشن، ولسه في شويه دم بقى ماشيين في السكه اهو هينتقلوا من الفنتريكل للاورطه، فسموها ريديوس ايجكشن فيز اللي هي فنتريكولار سيستول 3. وهنا الدم خلاص معظمه ساب الاورطه، سوري، ساب الفنتريكل وراح في البريفرال سيركيوليشن، فيبدا يحصل سلايت ديكريز ان بريشر في الفنتريكل ومن ثم في الاورطه ومن ثم في البلمونري ارتري، لان الدم خلاص بيروح دلوقتي للبريفرال سيركيوليشن. يبقى دي فيز رقم 4، ريديوس ايجكشن فيز او فنتريكولار سيستول 3، تمام. بعد كده يحصل فيز رقم 5 اللي هي بالمناسبه مش موجوده في كل الكتب، ولكن هي فيز مهمة جدا. ليه مش موجودة؟ لأن هي فيز لحظية كده ما بين السيستول والدايستول، وبما إن هي ما بين السيستول والدايستول فسموها بروتو دايستوليك فيز، يعني تحضير للدايستول أو ما قبل الدايستول. إيه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل فيها إن الفنتريكل بيتند تو ريلاكس، بيحاول إن هو يريلاكس عشان إحنا هنخش في الدايستول، فلما الفنتريكل بيحاول يريلاكس بيميك هنا نيجاتيف بريشر، كأن ايه؟ كأن حاجه كده البريشر فيها بيقل، بتريلاكس، فبتعمل زي الشفاطه، فبتحاول تسحب الدم تاني من الاورطه للفنتريكل، فالبلاد تنس تو ريجيرش. يبقى انا هعمل دايستول دلوقتي، فالفنتريكل بيحاول يريلاكس، فهو بيريلاكس وبيوسع كده لبره، بيبقى زي انه كأنه بيشفط، كأنه بيعمل نيجاتيف بريشر، فبيشفط الحاجه اللي جايه من الاورطه او الحاجه اللي في الاورطه اللي هو الدم، فالدم يبقى ماشي كده في الرابيد ايجكشن فيز والريديوس ايجكشن فيز، يبص يلاقي ان هنا في نيجاتيف بريشر فيرجع تاني يتشفط، بلاد تن تو ريجيرج. بس هل هو بيحصل ريجيرج؟ لا، ما لو حصل ريجيرج تحولنا الى ديزيز، فالفولار ديزيز، تمام؟ لا، ايه اللي بيحصل؟ ان الدم هو راجع بيبدا يعبي في السيميليونر فالف اللي هنشوفها كمان شويه في السلايد اللي جايه حالا، يبدا الدم يتعبى جوه السيميليونر فالف فيقفل الفالف، فيقفل السيميليونر فالف ده، فما يحصلش ريجيرش. اللي هو ازاي؟ اللي هو المنظر اللي قدامنا ده، ده الاورطه وادي السيميليونر فالف. السيميليونر فالف عامله زي الاكياس كده، الدم اثناء السيستول اتضخ في الاورطه، تمام؟ ثم بعد كده في البروتو دايستوليك فيز الدم تند تو ريجيرش، بيحاول يرجع تاني للفنتركل، بس هو راجع بيلاقي اكياس في وشه فيتعبى جواها، فلما يتعبى جواها يقوم قافل الفالف، فالدم ما يرجعش، ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش ريجيرش، تمام؟ طيب ثم بعد كده نخش في الفيز رقم 6 اللي هي الايزو فولومتريك او الايزومتريك ريلاكسيشن، ان الفنتريكولار بريشر خلاص بيبدا يقل 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 يقل، ان انا بعمل دلوقتي دايستول لحد ما يوصل عند 0 مليمتر متر. في اللحظه دي كل الفالفات مقفوله، وهو عشان كده اسمه ايزومتريك او ايزو فولومتريك، الفوليوم ثابت اللي هو ما فيش دم اصلا، بس في نفس الوقت البريشر بيقل،
البريشر بيقل واحده واحده، تمام؟ نفس كره البلياردو، انا كنت ضاغط عليها جامد فالفوليوم بتاعها ما اتغيرش، بدات اريح صوابعي شويه من عليها، تمام؟ فلما ريحت صوابعي شويه من عليها الفوليوم بتاع كره البلياردو لسه ثابت زي ما هو، بس البريشر الواقع عليها بدا يقل، لان الفالفات ايه؟ كلها مقفوله، all valves are closed، تمام. بعد كده نخش في الفيز رقم 7 اللي هي ايه؟ يبدا الاتريو فينتريكولار فالف يتفتح علشان يحصل الرابيد فيلنج فيز، اللي هو الدم اللي اوريدي جه من البريفرال سيركيوليشن والدرينج وصل للاتريوم، فبالتالي بدا الاتريوم ينزل الدم للفنتريكل بس بالجرافيتي، مش بالكونتراكشن، لان هو اصلا اوريدي البريشر هنا بقى زيرو والبريشر هنا عالي شويه لان في دم جاله، فالدم هيبدا ينزل قد ايه؟ 70%، 70% من الدم اللي في الاتريا هيبدا ينزل، دي الرابيد فيلنج فيز، تمام؟ ثم بعد كده الريديوز فيلنج فيز اللي هي تكمله ال 70% يبداوا ينزلوا في الفنتريكل، تمام؟ ثم هيتبقى هنا شويه 30% مش بينزلوا بالجرافيتي، لان ال 70% لما نزلوا هنا كانهم عملوا توازن في البريشر ما بين الفنتريكل وما بين الاتريا، فالدم بقى هنا وهنا عادي، ما البريشر قد بعض، فيبدا الاتريا يكونتراكت علشان ينزل ال 30%، ونخش في فيز رقم واحد تاني اللي هي اتريال سيستول، تمام؟ يبقى كده فهمنا ال 30% الاولانيين جم منين؟ جم تكمله لل 70% الاخرانيين اللي هم اصلا سايكل ايه؟ واحده، تمام؟ طيب اتفقنا ان الكاردياك سايكل 8 فيزز و8 تشينجز، حلو الكلام؟ طيب احنا عايزين بس تشينج رقم 5 وتشينج رقم 6، ده اللي هنتكلم عنه. الجدول اللي قدامنا ده عباره عن ايه؟ عباره عن الثمانيه فيزز بتاعه الهارت، بتاعه الكاردياك سايكل، اتريال سيستول، ايزوفولوميتريك كونتراكشن، رابيد ايجكشن فيز، ريديوسد ايجكشن فيز، بروتو دايستوليك فيز، ايزوفولوميتريك ريلاكسيشن، رابيد فيلنج فيز، ثم الريديوسد فيلنج فيز، ثم بعد كده الاتريال سيستول واحد من جديد. في بدايه بعد انتهاء الاتريال سيستول وبدايه الايزوفولوميتريك كونتراكشن، مين اللي هيقفل؟ الاتريو فنتريكولار فالف، لان احنا دلوقتي بنستعد للايجكشن، رابيد ايجكشن ريديوسد ايجكشن، فكل ده الفالف هنا مقفول، الاتريو فنتريكولار فالف، والبروتو دايستوليك كمان الفالف مقفول، تمام؟ لان احنا لسه دلوقتي بنفنش السيستول. ثم بعد كده الايزوفولوميتريك ريلاكسيشن، كل الفالفات مقفوله لان احنا دلوقتي بنستعد للفيلنج، فالاترو فنتريكولار فالف مقفول في الفيز من رقم 2 لرقم 6. طيب بعد كده السيميليونر فالف اللي هو بتاع الاورطه والبالمونري، في بدايه الرابيد ايجكشن لازم هيكون مفتوح، فالفالف هيتفتح في الرابيد ايجكشن فيز، ومفتوح في الريديوس ايجكشن فيز، ومفتوح في البروتو دايستوليك فيز لحد اخرها. هي البروتو دايستوليك فيز دي فكرني كان بيحصل فيها ايه؟ بلاد تند سوري فنتريكل تند تو ريلاكس، بلاد تين تو ريجيرج، فالبلاد هيحاول يريجيرج طول الفتره بتاعه البروتو دايستوليك، بس هيجي في لحظه يقوم معبي جوه السيميليونر فالف، فيبدا الكلوجر بتاع السيميليونر فالف، وتفضل مقفوله لحد ما يحصل اتريال سيستول ثم ايزوفيلومتريك كونتراكشن ونرجع تاني، تمام؟ يبقى ده التشينج رقم 5. طيب تشينج رقم 6، تشينج رقم 6 هو الايه؟ الهارت ساوندز. اول حاجه اس 1، السؤال دي هتحصل امتى؟ لما يبدا يحصل كلوجر للاترو فنتريكولار فالف، ما هي اصوات الهارت بتحصل لما البوابات تقفل. قفل الاترو فنتريكولار فالف هيعمل اللي هو الايه؟ صوت اس 1، تمام؟ ثم بعد كده اس 2 لما يبدا يقفل السيميليونر فالف، هو هيقفل امتى؟ هيقفل في نهايه البروتو دايستوليك فيز لما الفنتريكل تنز تو ريجيرش، و سوري الفنتريكل تند تو ريلاكس والبلاد تند تو ريجيرش، فهيبدا يقفل الايه؟ السيميليونر فالف، فيعمل اس 2، تمام؟ تمام. في تو ساوندز تانيين اب نورمال اسمهم اس 3 واس 4. ايه اس 3؟ اس 3 ده بيحصل لما كميه الدم المنتقله خلال الاترو فنتريكولار فالف تبقى زياده فتعمل صوت، تمام؟ increase flow through atrioventricular valve، تعمل ساوند اسمه اس 3، تمام؟ او في حاله لو في زياده left ventricular filling pressure، يعني ايه؟ يعني الدم في اللفت فنتركل كتير وفي نفس الوقت الدم نازل من الاتريا على الفنتركل على دم فيه موجود لسه في الفنتركل، فالدم بيخبط في بعضه كأن امواج الميه خبطت في بعض، فبالتالي تعمل ساوند، الساوند ده اسمه اس 3. معلش لو هي مش مفهومه دلوقتي هنفهمها يعني في الديزيز، لان هي اصلا بتحصل في الديزيز، تمام؟ طيب اخر واحد هو الاس
فور ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب الاتريال كيك اجينست ستيف ليفت فينتكل. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا ان الاتريال سيستول بيحصل عشان يضخ الدم ال 30% للفنتريكل. طب لو الفنتريكل ده اصلا ناشف محجر ستيف، الدم هينزل يخبط في حجر فهيعمل ساوند اسمه اس 4. برضو لو مش مفهوم هنفهمه في الديزيز. تمام. طيب امتى الاس 1 يبقى صوتها عالي جدا وامتى الاس 2 تبقى صوتها عالي جدا؟ اس 1 تبقى اكسنتويتد، هي الاس 1 دي بتاعت ايه؟ بتاعت الاتريو فينتريكولار فالف كلوجر. اس 1 تبقى اكسنتويتد في حاله الاستيفنس او في حاله الاستينوزز، لما يبقى الفالف ده ناشف او لما يبقى الفالف ده ستيف، فكان حجرتين بيخبطوا في بعض فتبقى تعمل اس 1 عاليه اكسنتويتد. طب امتى اس 2 تبقى اكسنتويتد؟ لما البريشر يزيد. بمعنى ايه؟ هو الاس 2 دي كانت بتحصل امتى؟ لما البلاد يتن تو ريجيرج فيقفل السيميليونار فالف. لو البلاد ده مندفع بكميه كبيره او ان البريشر في الاورطه او البلمونري قبل الفالف عالي، هيقفل الباب جامد، هيرزعه جامد، فبالتالي هيعمل اكسنتويتد اس 2. تمام. دي الاوسكالتاتوري اريا. تمام. في السكند انتركوستال سبيس رايت باراسترنال لاين دي الاورتيك اريا، السكند ليفت دي البلمونري اريا، الفورث وساعات بتبقى الثيرد او الثيرد والفورث على بعض دي الترايكاسبيد، اما الفيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين دي الميترال اريا او اللي هو بنسميه الايبكس، هنا الايبكس يعني. تمام. ليه بنقول الاريا ديت؟ عشان لما اقول لك ان الفالف دوت الميرمر بتاعه مسموع اكتر في البلمونري او مسموع اكتر في الاورطه، تبقى انت ايه فاهم. كل اللي احنا بنقوله ده تخديم وتحضير للديزيز بتاعنا والدرس الاساسي اللي هو الفالفولار هارت ديزيز. تمام. طيب خلينا نبدا اول حاجه بالمايترال سينوس. زي ما اتفقنا ان الدرس او الفيديو دوت هيكون اكتر علشان نفهم الاوسكالتاتري فايندز. تمام. طيب يعني ايه مايترال سينوزز؟ يعني بدل ما الفالف كان كده واسع وحلو اهو، حصل ايا كان اللي حصل فبقى ضيق، بقى فيه استينوزس. تمام. طيب ايه اللي يعمل لي القصه دي؟ ببساطه شديده المين كومن كوز هو الروماتيك فيفر. ايه الروماتيك فيفر ديت؟ ده عباره عن انفكشن حصل بسبب الموست كومن كوز بتاعه هو البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس. الراجل ده او الشخص ده جاله الانفكشن ده، يعمل له سور ثروت، فالاميون سيستم والبوليس بتاعنا بدا يطلع علشان يهاجم البكتيريا. البكتيريا بتطلع انتيجنز وبتطلع بروتينز بتريجر الاميون سيستم. من ضمن البروتينز اللي بتطلع دي بروتين اسمه ام بروتين، بيتكون ضده اميونيتي، بيتكون ضده انتي بوديز. الام بروتين ده بيكروس رياكت، يعني بيشابه البروتينز اللي موجوده على الهارت. فيجي بعد ما خلاص الشخص ده خف من الانفكشن اصلا، تيجي كده الانتي بودي ماشيه في السيركيوليشن تعدي على الهارت، ايه ده؟ ده الام بروتين ده اللي مطلع عنا في من فتره، من اسبوع فات، ومبهدلنا بسبب الستريبتوكوكس. لا لا، ده احنا نخش ايه نطلع نبهدله. فيبدا الاميون سيستم يعمل ديستراكشن للفالف، فيعمل ايرلي مايترال ريجيرج، لان الفالف اتدمر اتبهدل. مع الوقت الفالف ده يبدا يهيل بفايبروزس، فيتحول الى ستيف او الى استينوتيك فالف، فيعمل مايترال سينوس. اذا لما نيجي نتكلم على المايترال ريجيرج كمان شويه هنجيب سيره الروماتيك فيفر برضو، بس الايرلي كيس بيعمل مايترال ريجيرج، الليت كيس بيعمل مايترال استينوزس بعد ما يحصل هيلينج بفايبروزس. تمام. ده اشهر سبب للمايترال سينوس. عندنا رير كوزز اخرى زي الفالف كالسيفيكيشن، ان الكالسيوم يديبوزيت على الفالف فيعمل استينوزس، يعمله يتحوله الى ناشف كده ويبقى استينوتيك، او كونجينيتال ديزيز. تمام. ايه بقى الاوسكالتاتري فايندنجز؟ اول حاجه اكسنتويتد اس 1 اوبننج سناب ميد دايستوليك رامبلنج ميرمر لوكالايز تو ذا ايبكس وذ بري سيستوليك اكسنتويشن بي 2 اكسنتويشن. كلام بقى ايه؟ طلاسم، مش فاهمين اي حاجه. نفهم واحده واحده. اولا اكسنتويتد اس 1 اظن واضح حضرتك، انا قلت لك في الاول ان الاس 1 بتبقى اكسنتويتد امتى؟ لما الميترال فالف او اللي هو الاترو فينتريكولار فالف يبقى ستيف او ستينوتيك، لان الفالف بيبقى محجر او ناشف، فبالتالي لما يجي يخبط في بعض يعمل صوت عالي، فيعمل ايه؟ اكسنتويتد اس 1. كلام جميل، يبقى هنحط عليها صح، خلاص فهمناها. طيب نيجي بعد كده للاوبننج سناب، يعني ايه؟ نفهم. اتفقنا ديورنج الدايستول ايه اللي بيحصل؟ الفنتريكل بيريلاكس، فالفنتريكولار بريشر ديكريز.
الاتريوم بيحاول يكونتراكت علشان ينزل الدم، فالاتريال بريشر بيزيد. بس في نفس الوقت في هنا ريزيستنس، في هنا فالف بايظ، الفالف بيحاول يفتح بس هو ستينوتك، فيحصل سادن سيزيشن اوف ذا فالف، يعني الفالف بيحاول يفتح علشان يعدي الدم، فلا وقف فجأة، وقف فجأة. الوقفة الفجأة دي بتعمل صوت، تعمل كليك، تعمل اوبننج سناب، هاي بيتش ساوند، اسمها اوبننج سناب. اوبننج عشان الفالف بيحاول يفتح بس وقف فجأة، سادن سيزيشن للفالف اوبننج، فبالتالي عملت صوت، فعملت ايه؟ صوت طرقعة، اسمها اوبننج سناب. تمام، دي اول حاجة فهمنا يعني ايه اوبننج سناب. بعد كده عندنا الميد دايستوليك رامبلنج ميرمر لوكالايزد تو ذا ايبكس وذ بريسيستوليك اكسنتويشن. نفهم، اولا ادي الفنتركل وادي الفالف، الفالف استينوتك، تمام، الدم بيحاول يعدي، فلما بيعدي جزء منه بيرجع لبره وجزء منه بيخش وجزء منه بيجي كده وجزء منه بيجي كده، لان الباب مقفول، فيعمل تربلنس للفلو ديورنج الدايستول. تربلنس معناها ايه؟ معناها ميرمر، تعمل صوت غريب. التربلنس ده بيعمل صوت اللي بيحصل اثناء الميترال ستينوزس، بيعمل صوت ريزونانت، رنه، صوت رانن كده، تمام؟ طيب صوت الرنه ده حصل امتى؟ حصل والدم نازل من فوق لتحت. طب هو الدم بينزل من فوق لتحت امتى؟ ديورنج الدايستول، ده اكتر وقت كمان في النص الدايستول، عشان كده بيعمل ايه؟ بيعمل ميد تو ليت ميرمر، وساعات بيقولوا ميد بس، ميد تو ليت ميرمر. وصوت الريزونانت ده معناه ايه؟ معناه ان هو رامبل، كلمة رامبل معناها ريزونانت، عشان كده اسمه ايه؟ ميد تو ليت دايستوليك رامبلنج ميرمر. طب هو الميرمر ده اللي مسموح هنا، احنا فين هنا؟ فين الحتة دي؟ الحتة دي في الميترال اريا. طب والميترال اريا دي كانت بتمثل ايه؟ الايبكس، ما هو الدم نازل والصوت بيرن وبيسمع في المنطقة دي، عشان كده هو لوكالايزد تو ايبكس، يعني مش بيبروباجيتد في اي حتة تانية. تمام؟ طيب الكلام ده حصل امتى؟ وقت الدايستول، ميد تو ليت، تمام؟ طيب وبعد الدايستول هيحصل ايه؟ هيحصل سيستول. قبل ما يحصل سيستول بيحصل حاجه اسمها بريسيستوليك اكسنتويشن، اسمع صوت بدأ يعلى فجأة. طب ده ليه؟ ما هو قبل السيستول، قبل ما يبدأ السيستول بيحصل اتريال كونتراكشن علشان ينزل 30% من الدم، صح؟ طب هو الاتريال كونتراكشن ده، الاتريا يا عيني بيعاني اجينست ريزيستنس، اجينست الميترال فالف المقفول، فالصوت، فالدم اللي بيتضخ اجينست الريزيستنس ده بيعمل صوت، الدم عمال يخبط في بوابه مقفوله، فبيعمل بريسيستوليك قبل السيستول على طول اكسنتويشن. يبقى الاكسنتويشن او الصوت العالي بريسيستوليك اكسنتويشن حصل ليه؟ حصل بسبب زياده الاتريال بريشر. طب هو الاتريال بريشر زاد ليه؟ علشان الاتريوم تراي تو اوفر كم اجينست ريزيستنس، اجينست الميترال فالف الضيق المقفول. قبليها على طول كان في ميرمر، يبقى ميد تو ليت دايستوليك رامبلنج ميرمر وذ بريسيستوليك اكسنتويشن اللي حصلت بسبب الاتريال كونتراكشن. كمان شويه هنقول هو لو الشخص ده عنده اتريال فايبريليشن، يعني الاتريا شغال يضخ او يكونتراكت بكميه مهوله بسرعه رهيبه لدرجه انه بقى كانه مش بيكونتراكت، بقى بيرفرف، بقى بيرفرف، بقى مفيش اصلا قوه جايه من الاتريا، البريسيستوليك اكسنتويشن ده هيحصل له ايه؟ هيديسابير، تمام؟ لان مفيش اصلا قوه جايه من الاتريا، ده هنقوله كمان شويه. ففهمنا يعني ايه ميد دايستوليك رامبلنج ميرمر لوكالايز تو ذا ايبكس وذ بريسيستوليك اكسنتويشن. طيب بعد كده عندنا بي 2 اكسنتويشن. يعني ايه بي 2 اكسنتويشن؟ تعال نفهم. اول حاجه ادي الليفت هارت وادي الرايت هارت. الاتريا بيحاول ينزل الدم للفنتريكل، بس الفنتريكل في ميترال فالف ستينوزس، فالدم بيتراكم شويه في الاتريوم فيعمل ليفت اتريال دايلاتيشن. blood accumulate in the left atrium فيعمل left atrial dilatation. اللفت اتريوم يحاول يكبر 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 لحد ما يوصل للماكسيم ليفل، انا مش هقدر اكبر اكتر من كده، مش هقدر استوعب دم اكتر من كده، ما هو كل سايكل يجي لي دم ما يرضاش ينزل للفنتريكل فيتراكم عندي، فيزيد اللفت اتريال بريشر، يبدا البريشر جوه اللفت اتريوم يزيد. فلما يزيد اللفت اتريال بريشر، البريشر ده هيرفلكت على مين؟
على البالمونري فينز اللي جاي اصلا من اللنج، فهترفلكت على اللنج فتعمل بالمونري هايبر تنشن، بالمونري هايبر تنشن وبالمونري كونجيشن. بالمونري كونجيشن هيؤدي الى بالمونري هايبر تنشن. فالدم هنا كتير جدا والضغط كتير جدا، فالدم في الفنتريكل لما يجي هنا يحاول في البروتو دايستوليك فيز يتند تو ريلاكس، فالبلاد يتند تو ريجيرج بس ايه بكميه كبيره، ما البريشر عالي، فيقوم خابط على البالمونري فالف يرزع الباب، يرزع الباب لان البريشر هنا زاد، فيزود لي البي 2 اللي هي الاس 2. تمام، الاس 2 معموله من ايه؟ معموله من السيمي لونار فالف كلوجر، تمام، اللي هو الاورطه والبالمونري، البي 4 بالمونري، فيحصل بي 2 اكسنتويشن، الدم جايب كميه كبيره فهيرزع البالمونري فالف لان في هنا هاي بريشر، فيحصل بي 2 اكسنتويشن. مع الوقت البريشر هنا عمال يزيد يزيد يزيد، والفنتريكل الغلبان ده الرايت فنتريكل بيحاول يضخ الدم في البالمونري، بس البالمونري فيه هايبرتنشن، فهيبقى فيه هنا بريشر على الفنتريكل، فيبدا يحصل رايت فنتريكولار هايبرتروفي لحد ما يوصل للماكسيمم ليفل، فيبدا يزيد البريشر جوه الرايت فنتريكل لانه مش قادر يضخ الدم اجينست البالمونري هايبرتنشن، فالبريشر يبدا يرفلكت على الترايكسبيد فالف اللي هو الاتريو فنتريكولار فالف اللي في الرايت، فيبدا يعمل ترايكسبيد ريجيرج، البوابه اتفتحت ما الدم هنا متراكم، فيروح يرفلكت هو كمان على الليفت اتريوم، فيعمل ليفت اتريال هايبر سوري رايت اتريال، دي غلط سوري رايت اتريال هايبرتروفي، انا عدلها رايت اتريال هايبرتروفي. تمام، ده الليفت اتريال ده الرايت، تمام رايت اتريال ايه هايبرتروفي، عشان دي هنقولها في الكومبليكيشن كمان شويه. خلاص، يبقى بصينا لقينا ان الميترال ستينوزس ممكن اسمع معاه ترايكسبيد ريجاش ليه؟ بسبب القصه دي كلها، بس دي طبعا في الليت كيس. ففهمنا ليه في بي 2 اكسنتويشن، بي 2 اكسنتويشن، تمام، ادي الميترال ستينوزس اكسنتويشن للاس 1 اوبننج سناب ميد دايستوليك رامبلنج ميرمر لوكالايز تو ذا ايبكس وذ بري سيستوليك اكسنتويشن وبي 2 اكسنتويشن. عندنا بعد كده حاجه اسمها اس 2 او اس انترفال، او اس دي اللي هي الاوبننج سناب، اس 2 اوبننج سناب انترفال، اس 2 ده مين؟ الاورتيك فالف كلوجر، تمام، او البالمونري فالف كلوجر اللي هو السيميليونر فالف كلوجر. يعني ايه الكلام ده؟ ادي اس 1 اللي هي الميترال فالف كلوجر، بيقفل امتى الميترال فالف؟ لما انا هبدا السيستول، فهنا الدم هيتضخ في الاورطه ما عنديش اي مشاكل. بعد كده هيجي الاورتيك فالف سوري يقفل، الاورتيك فالف هيقفل لان الدم خلاص اتضخ في الاورطه ووصل للبريفرال سيركيوليشن، فهيبدا الاورتيك فالف يقفل. ثم مين اللي يفتح؟ اللي هيفتح دلوقتي الاترو فنتريكولار فالف اللي هو الميترال فالف علشان يعبي الدم من الاتريال فنتريكل، تمام؟ يحصل ايه؟ يحصل اوبننج سناب اللي احنا خلاص شرحناها فهمناها صح؟ الاوبننج سناب دي بتحصل امتى؟ بتحصل ما بين الفتره ما بين الاس 2 لبدايه الاستينوزس، صح؟ يعني ايه الكلام؟ يعني دلوقتي الاورطه قفلت ومين مستعد ان هو يفتح؟ المايترا، بس المايترا جاي يفتح قفل فجاه، عمل سادن سيزيشن او سادن سيزيشن للاتريو فنتريكولار، فعمل سو اوبننج سناب، تمام؟ اللحظه دي من اول اس 2 لحد الاوبننج سناب دي اللحظه اللي فيها فرصه الفنتريكل انه يعبي دم، لان هنا الفالف قفل، هنا الفالف حصل اوبننج سناب وقفل، فلما قفل هنا الفترة اللي قبليها هي الفترة اللي كان ممكن يحصل فيها فنتريكولار فيلينج. طب الفترة من اس 2 للاو اس او الاوبننج سناب اسمها اس 2 او اس او اس 2 اوبننج سناب انترفال. كل ما كانت الفترة دي صغيرة كل ما دل على ايه؟ ان الاوبننج سناب حصلت بدري قوي، يا دوبك حصل سيستول ها قفل. طب ده معناه ايه لما الميترال فالف يقفل بدري قوي، يقفل بدري قوي قوي، ده معناه ايه؟ معنى ان في سيفير ستينوسس. يبقى the shorter the duration the more the stenosis، منطقي جدا. يبقى لما انا اسمع opening snap بدري بعد السيستول على طول، ده معناه ان في severe stenosis، في severe stenosis. وهنا ده الميرمر بعد الاوبننج سناب حصل تربلس الفلو فعمل الميرمر، ثم بعد كده رجعت السايكل تفتح من اول. اتمنى تكون مفهوم.
اتريال فايبريليشن اند ميتر ستينوزس دي قلناها. بيشنت اول حاجه البريسيستوليك اكسنتويشن لوست وذ اتريال فايبريشن، اظن فهمناها، لان البريسيستوليك اكسنتويشن بتحصل بسبب ان الاتريا بيكونتراكت اجينست ريزيستنس فبيعمل صوت عالي. لما الاتريا يبقى فيه فايبريليشن هو اوريدي ما عندوش قوه الضخ ديت، ما عندوش البريشر دوت، فبالتالي البريسيستوليك اكسنتويشن تبقى لوست. طيب معلومه ايام الفسيولوجي، هو الاتريوم اسينشال فور لايف؟ يعني هل الاتريوم ضروري علشان يحصل فينتريكولار فيلنج؟ لا، ما هو في 70% نزلوا بسبب الجرافيتي، بسبب البريشر جريدينت، تمام؟ و30% نزلوا بسبب الاتريال سيستول. في حالات بقى الميترال سينوزز الاتريا از فيري فيري امبورتنت في حالات الفينتريكولار فيلنج. ليه؟ لان اصلا الباب مقفول، فالدم محتاج قوه من الاتري علشان ينزل غصب عنه للفنتريك. اذا الاشخاص اللي عندهم ميتال ستينوزس واتريال فايبريشن فيري سنسيتيف. ليه فيري سنسيتيف؟ لان هم معتمدين اعتماد كلي على الاتريال كيك فور فيلنج، هو خسر كده الاتريال كيك. في حالات الميتال ستينوزس اصبح الليفت فينتريكل بيفل او بيعبي دم في الاتريال سيستول اكتر من 30% 50 60% من الدم بينزل بسبب الاتريال سيستول، لان الباب مقفول محتاج حد يزقه بالدم بالعافيه لتحت، تمام؟ فالدم في حالات الاتريال فايبريليشن مش هيتزق لانه اوريدي الباب مقفول، تمام؟ فالبيشنت از فيري سينستيف تو اتريال ان عندهم ميتال سينوزز، فيري سينستيف للاتريال فايبريليشن. ليه؟ لانه معتمد على الاتريال كيك فور فيلنج، تمام؟ تمام. ايه الكومبليكيشنز؟ اظن حضرتك خلاص عرفتها. ميترال سينوزس هيرفلكت القصه بتاعته دي كلها، فيعمل رايت اتريال اند فينتريكولار دايلاتيشن، تمام؟ رايت ها، عشان بس مكتوبه في الرسمه غلط. البريشر العالي، البريشر العالي على الاتريا بسبب ان في ستينوتيك فالف، ده ممكن يخلي يحصل ابنورماليتي في الاتريا فيعمل اتريال فايبريليشن، فممكن الاقي من ضمن الكومبليكيشن اتريال فايبريليشن والترايكاسبيد ريجيرج. وفهمناها ان الدم هيرفلكت بالبلمونري هايبرتنشن على الرايت هارت، فيرفلكت على الترايكاسبيد فيفتح البوابه بسبب الضغط الكبير دوت فيعمل ترايكاسبيد ريجيرج. هسيب لك الصوت بتاع الفالف، هو اعتقد ان هو مسموع يعني كويس ان شاء الله. الصوت اللي انت سامعه ده عباره عن ايه؟ لوب، صوت عالي جدا اس 1، ثم بعد كده دوب. اسمع، لوب دوب روب، لوب دوب روب. ده ايه؟ ده صوت S1 accentuated، الصوت عالي جدا، وبعد كده S2 وراها على طول الاوبننج سلاب والميرم. الصوت اللي انت بتسمعه ده متبطأ 4 مرات علشان تقدر تفهمه على الكلام اللي انا بقوله. طبعا مش اي حد هيسمع الميرمر بسهوله، يعني لازم حد يعني يكون ودنه اصلا عارفه النورمال، وبعد كده يبدا يسمع الكلاسيك ديزيزز، بعد كده يبدا ايه يفهم بقى امتى الاوبننج سلاب وامتى الميرمر. القصه دي انا مبطأ الصوت 4 اضعاف علشان ايه اقدر ان انا اشرح عليه، تمام؟ طيب نخش بعد كده على الميترال ريجرش. يعني ايه ميترال ريجرش؟ يعني بدل ما الفالف مقفول وحلو كده بقى ايه بقى مفتوح على البحري، فبالتالي الدم اثناء السيستول بقى يروح للاتر مع انه هو المفروض ما يعديش. طيب ايه الكوزز؟ روماتيك فيفر ايرلي، وخلاص فهمناها دلوقتي عشان حصل فالف ديستراكشن. اسكيميك هارت ديزيز ممكن يعمل مايترال فالف ريجيرش. انفكتيف اندوكاردايتس، كل دول يعملوا ايه؟ مايترال ريجيرش. طيب في اكيوت كوزز، حاجات اكيوت انسلت زي بابيلاري ماسل رابشر او التروما، خبطه عملت ايه؟ عملت مايترال ريجيرش. طيب نيجي بعد كده للفيزيكال فايندنج او الاوسكالتاتري فايندنج. مافلد اس 1 accentuated B2 S3 may be heard harsh band systolic murmur propagated to axilla mid diastolic rumbling murmur. طيب ناخد واحده واحده. اولا muffled S1 حاطط عليها صح، اظن واضح، ما احنا قلنا ان ال S1 accentuated
لما يكون في ستينوزس او ستيف، وبالتالي هتبقى مافلد امتى؟ لما يكون في ايه؟ لما يكون في ريجرج، الباب اصلا ما بيقفلش، فخلاص مافلد اس 1 اظن واضح. اكسنتويتد بي 2 ليه؟ نفس القصه بس مع اختلاف بسيط، ما احنا شرحناها في الميترال سينوزس. في الميترال سينوزس كان ايه؟ كان ان الفالف ده مقفول، فهنا البريشر عالي، طب المره دي الفالف ده مفتوح على البحر، فكل ما الفنتريكل ده يكونتراكت يضخ الدم في الاتريا ويضخه في الاورط، فالدم يتراكم في الاتريا فيعمل ريفلكت على البالمونري فاسكوليتشر، فيعمل بالمونري هايبرتنشن، فيسمع هنا فيعمل بي 2 اكسنتويشن. وهنغير دي، معرفش الدنيا بايظه هنا كده، هنغير دي هخليها رايت، دي رايت تمام. فنفس القصه بالظبط، عشان كده في بي 2 اكسنتويشن تمام. اس 3 مي بي هيرت، طيب يعني ايه اس 3 زي ما اتفقنا؟ الفنتريكل بيحاول يضخ الدم، جزء منه بيتضخ في الاورطه وجزء منه بيطلع في الفالف فيتراكم في الاتريا، والاتريا جاي له اصلا دم في السايكل الجديده، فالدم هنا بقى كتير. الدم لما بقى كتير الفلو هنا زاد في السكند سايكل او السايكل اللي بعد كده، تراكم السايكل يعني على بعض، بدا يبقى فيه بقى فيه فوليوم من البريفيوس سايكل اصلا اللي هو جه حصل له ريجرج، والنيو سايكل الدم اللي جاي جديد، فالدم بقى متراكم هنا ومتراكم هنا، فالفلو زاد، توتال فلو زاد. التوتال فلو ده لما يزيد من هنا، لما يزيد مروره خلال الاتروفنتريكولار فالف، واصلا هنا الفوليوم بقى زايد لان في دم متراكم من السايكل الاولانيه ودم جاي جديد، فزاد الليفت فنتريكولار فوليوم وزاد الاوفرلود، فهيعمل لي اس 3 اللي احنا ايه قلناها في الاول خالص، هنسمع اس 3. طيب ميبي هيرد يعني مش في كل الحالات، ممكن نسمعها وممكن لا. طيب هسمع بعد كده هارش بان سيستوليك ميرمر بروباجيتد تو اكزيلا، يعني ايه؟ اول حاجه هو الميرمر دي بتحصل امتى؟ بتحصل لما الفنتريكل يكونتراكت، علشان ايه؟ عشان بيضخ الدم في الاورطه، بس للاسف في جزء منه بيحصل له ريجرش. اذا الميرمر ده هيتسمع امتى؟ طول السيستول، عشان كده اسمه بان سيستوليك، وبعض الكتابات الاخرى وبعض الكتب بيسموه هولو سيستوليك. بان سيستوليك بيعمل صوت رف ناشف قوي، عشان ده اثناء السيستول، اثناء ضخ الدم، فعشان كده اسمه هارش، هارش بان سيستوليك، هارش بان سيستوليك تمام. الدم لو نلاحظ هو المرمر حصل ازاي؟ حصل ان حصل كونتراكشن، فالدم رايح كده، هو رايح كده ناحيه مين؟ الفنتريكل ده تحت والاتريا ده فوق، رايح كانه رايح ناحيه الاكزيلا. فلو انا حطيت السماعه على الميترال اريا ومشيت واحده واحده كاني طالع لفوق ناحيه الاكزيلا، هلاقي ان الصوت بيعلى شويه، علشان الميرمر الدم بيتضخ كده فوق، فبيعمل صوت عالي بروباجيتد تو اكزيلا تمام. فده ايه؟ الهارش بان سيستوليك ميرمر بروباجيتد تو اكزيلا. هسمع ايه كمان؟ هسمع ميد دايستوليك رامبلنج ميرمر. هو ده بتاع مين؟ اه ده بتاع الميترال سينوزس. هو احنا في الميترال سينوزس ميترال ريجيرش؟ لا احنا في ميترال ريجيرش، بس ممكن اسمع كمان الميرمر بتاع الميترال سينوزس ازاي؟ الدم اتضخ من الفنتريكل للاتريوم، وفي نفس الوقت في دم جاي جديد للاتريوم، فالدم بقى كتير قوي، الدنيا هنا بقت زحمه، فيجي في السايكل الجديده والاتريوم عايز ينزل الدم ده للفنتريكل، هو ما فيش ميترال سينوز ولا حاجه، بس البوابه بقت ضيقه مقارنة بكمية الدم الكتير. هو البوابة زي ما هي حجمها زي ما هو أثناء لما بتفتح، بس الدنيا زحمة فوق، الدم كتير، الفلو زيادة، فحصل فانكشنال ستينوزس. ما بنسميهاش بقى ترو ستينوزس، لا فانكشنال ستينوزس، الدم كتير إنه يعدي من هذه البوابة الضيقة اللي هي أصلا نورمال، ولكن اللي مش نورمال هو كمية الدم، فأسمع كأني بسمع ستينوزس، كأن في تربلنس للفلو، فيحصل فانكشنال ستينوزس، فاسمع الميرمر بتاع الميترال ستينوزس تمام. ده الميترال ريجرش. ايه الكومبليكيشن؟ الكومبليكيشن ان اول حاجه هيحصل ليفت اتريال دايليتيشن، وده مفهوم لان الدم رايح له كتير، في نفس الوقت الدم اللي رايح كتير للاتريا جاي عليه دم جديد من السايكل الجديده، فنزل للفنتريكل، فالفنتريكل جاي له دم كتير، كل مره بيجي له دم اكتر، الفنتريكل بيضخ الدم، يودي شويه للليفت اتريوم ويودي شويه للبريفرال سيركيليشن، الشويه اللي في الليفت اتريوم يجي عليهم دم تاني ينزلوا على الليفت فنتريكل، فيوسعوا الليفت فنتريكل، بس الليفت فنتريكل بيوسع بسبب الفوليوم اوفرلود او بسبب كميه الدم، فبيوسع لبره علشان يحاول ياكوميديت او يستوعب هذه كميه الدم الكبيره اللي نازله، فبيبقى
الدايلاتيشن لبره لبره، فيكبر في الحجم الداخلي، يكبر في الفوليوم. الدايلاتيشن ده اسمه اكسنتريك فينتريكولار دايلاتيشن، اكسنتريك لبره فيحصل فينتريكولار دايلاتيشن. تمام. يبدا يحصل كمان رايت اتريال انتي فينتريكولار دايلاتيشن، واظن واضح وفهمناه لما جينا شرحنا البي 2 اكسنتويشن. ما هو كله هيرفلكت، يعمل بالمونري هايبرتنشن يرفلكت على الرايت هارت. ترايكاسبيد ريجرش نفس القصه بنفس التفسير بنفس الكلام. تمام. طيب هحط برضو الساوند، اتمنى ان هو يكون واضح ان شاء الله، وهشرح عليه. الصوت ده عباره عن ايه؟ S1 لوب، بعد كده ميرمر طول السيستول، بعد كده S2 لوب ميرمر دوب، لوب ميرمر دوب. اسمع كده. تمام. طبعا الصوت برضه متبطأ 4 أضعاف عشان حضرتك تقدر تسمعه. طيب بعد كده عندنا الترايكاسبيد فالف ديزيز، مفيش أي كلمة جديدة. ما هو الترايكاسبيد فالف هو الميرور ايمج للميتال فالف، فنفس كل حاجة بتحصل، نفسه بالظبط، نفس كل الكلام اللي احنا قلناه، إلى إن ممكن نزود حاجة بسيطة، إن بيبقى في حاجة اسمها كرافيلو ساين، أو إن الميرمر بيبقى مور إن انسبيريشن. يعني الاستينوز بيعمل دايستوليك رامبلنج ميرمر عادي، والريجيرج بيعمل هولو سيستوليك ميرمر عادي، ولكن with inspiratory accentuation. نفهمها ليه؟ لما حضرتك تاخد نفس هتعمل نيجاتيف ثوراسيك بريشر، انترا ثوراسيك بريشر. النيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر ده بيسحب الدم من بره للهارت، بيزود الفينس ريتيرن، بيزود الفينس ريتيرن. فالفوليوم اللي جاي للاتريا بقى فوليوم بلس. يعني ايه فوليوم بلس؟ يعني الدم العادي زائد دم كتير جاي بسبب ان الانسبيريشن بيتسحب، بيسحب الدم زياده. فالدم الزياده اللي هنا سواء كنا ستينوزز هيعدي من الاستينوتيك فالف بكميه اكتر، فهيعمل مور ميرمر، او لو كان ريجيرج فالدم اللي اوريدي نازل على الفنتريكل اكتر بكتير، فهيعمل ايه؟ هيعمل، او الدم اللي جاي الاتريا يعني مقابل الدم اللي في الفنتريكل اصلا، هيعمل ايه؟ هيعمل ميرمر اكتر، فهيبقى ايه؟ في اكسنتويشن للميرمر او زياده في الصوت ديورنج الانسبيريشن، ودي اسمها ايه؟ ترافيلو ساين. تمام؟ تمام، ادي الترايكاسبيد فالف. يبقى احنا كده خبطنا ايه؟ خبطنا الميترال استينوزس وريجر، وقمنا بعد ما فهمنا الميترال خلصنا كمان التراكس. نيجي بعد كده للاورتك استينوز. يعني ايه اورتك استينوزس؟ يعني السيميليونر فالف بدل ما هو واسع وحلو كده حصل فيه ايا كانت المشكله، فبقى بالمنظر اللي قدامنا ده، بقى ايه؟ ستيف وايه؟ وكالسيفيك. تمام؟ وفي استينوز. ايه الكوزز؟ اشهر سبب هو الديجنريتيف كالسيفيك اورتيك ستينوزس، ده الموست كومن كوز، وده ايج ريليتد. يعني ايه؟ يعني مع تقدم السن بيبدا يحصل كالسيفيكيشن، تراكم للكالسيوم على الايه، او ديبوزيشن كده، ديبوزيت على الايه، على الاورتيك فالف، فيعمل اورتيك فالف ستينوز. طيب ايه تاني ممكن يعمل كده؟ روماتيك فيفر، تعمل نفس اللي هتعمله في المايتر اللي تعمله في الاورطه، او كالسيفيك بايكاسبيد فالف، دي كونجنتال انومالي، ان يبقى الفالف بايكاسب كده 2 مش 3، وده بيزود فرصه حصول الكالسيفيكيشن او الاستينوزز. يعني تلاقي ان الشخص ده صغير في السن وعليه ايه؟ وعليه الاورتيك فالف ده عليه كالسيفيكيشن وعامل استينوز. تمام؟ لان البايكاسبيد فالف ده حاجه ابنورمال، فبتزود او بتاكسجيريت حصول الايه؟ الكالسيفيكيشن. تمام؟ ودي طبعا كونجنتال انوم. طيب نيجي بعد كده لمين؟ للاوسكالتاتري فايندنجز في الاورتيك ستينوز. عندنا ايه؟ عندنا ديمينيش دي اي 2 اند بارادوكسيكال سبليتنج، ايجكشن كليك، كريشندو ديكريشندو، ايجكشن سيستوليك ميرمر، بروباجيتد تو كاروتيد بيست هيدن اورتيك اريا، واس 3. نفهم واحده واحده. ايه هي الاس 2 كومبوننت؟ احنا قلنا ان الاس 1 ده كلوجر اوف اتريو فينتريكولار فالف، تمام، والاثنين بيقفلوا في نفس اللحظه. الاس 2 عباره عن حاجتين، عباره عن كلوجر اوف ذا سيميليونر فالف بتاع الاورطه وبتاع البالمونري. تمام. فهم عباره عن اثنين فالف، الاي 2 هي كلوجر اوف ذا اورتيك فالف، والبي 2 هي كلوجر اوف ذا بالمونري فالف. ما بينهم مسافه، الاثنين مش بيقفلوا في نفس اللحظه، في ما بينهم حاجه اسمها فيسيولوجيكال سبليتنج،
وده بيحصل اثناء الانسبيريشن. ليه؟ اثناء الانسبيريشن اتفقنا ان في نيجاتيف بريشر انتر ثوراسيك نيجاتيف بريشر، فبيسحب الدم، فبيبزي الدم كتير قوي في الرايت سايد مقارنه بالليفت سايد. فديورنج الانسبيريشن بيزيد الفينوس ريتيرن، يزيد الرايت فينتريكولار فيلنج، فيزيد الرايت فينتريكولار ستروك فوليوم كميه الدم اللي هتضخ كبيره، فيزيد الرايت فينتريكولار ايجكشن تايم في وقت طويل اطول من الليفت سايد، هياخد هيستغرقوا الرايت فينتريكل عشان كل الدم ده يتضخ في البالمونري. فعلشان التايم هنا كتير البالمونري فالف هيقفل متاخر شويه عن الاورتيك فالف، فيحصل فيسيولوجيكال سبليتنج. تمام، يحصل المسافه اللي ما بينهم دي، الاي تقفل الاول بعد كده البي ديورنج الايه الانسبيريشن، ان بي ان اكسبيريشن بيبقى فيه مينيمال اور نو ديلي، مينيمال اور نو ديلي يعني الاثنين بيبقوا لازقين في بعض تقريبا. خلاص فهمنا ليه في فيسيولوجيكال سبليتنج. تمام فهمناها. طيب في حاله الاورتيك ستينوزس بقى ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه ده الفنتريكل مليان دم، الفنتريكل هيحاول يعمل فيه سيستول علشان يضخ للاورتو، بس للاسف الباب مقفول. ففي ايه؟ ففي هنا دم راح للاورتا اقل. طب في البروتو دايستوليك فيز بقى لما الفنتريكل تنس تو ريلاكس اند البلاد تنس تو ريجيرج، الدم اللي هنا قليل والبريشر هنا قليل لان اوريدي الفنتريكل ما ضخش حاجه لان اصلا الباب مقفول. واحنا اتفقنا ان الباب ده عشان يتقفل بصوت عالي او يعمل صوت محتاج ان البريشر هنا يبقى عالي علشان يرزع الباب دوت ويقفله. فهنا في اصلا لو بريشر ديورنج الدايستول، فالباب بيقفل بالراحه، فبالتالي في diminished A2. يبقى فهمنا اول فايندنج اللي هي diminished A2. بعد كده بيحصل حاجه اسمها بارادوكسيكال سبليتنج. معلش ارجع لي كده، كان ال A2 الاول وال B2 بعديها. هنا هنبص نلاقي ان ال B2 بقت الاول، قفلت بدري ازاي؟ اثناء السيستول الفنتريكل بيحاول يضخ الدم. الكلام ده احنا بنتكلم ديورنج اكسبيريشن، تمام؟ اللي هو تقريبا الاثنين قريبين من بعض، تقريبا الاثنين قريبين من بعض. ماشي؟ يعني تاني عشان بس نبقى مركزين. ان اكسبيريشن في مينيمال اور نو ديلي، يعني تقريبا الاثنين راكبين على بعض. انا هنا بقى بتكلم ان ديورنج الاكسبيريشن بقى في بارادوكسيكال سبليتنج، بقى في سبليتنج غريب قوي. ايه اللي حصل؟ الفنتريكل بيحاول يضخ الدم في الفالف، بس الفالف مقفول. الكلوجر الاستينوزيك اللي فيه اورتيك استينوزس، فالفنتريكل هيتجنن يا جدعان، انا عمال اضخ الدم علشان اطلعه بس الدنيا مقفوله، فهياخد وقت اطول في انه يضخ الدم خلال الاورتيك فالف. يبدا يحصل كلوجر ديلي، مستني لما الدم كله يعدي، اصل البوابه مقفوله، فالدم هياخد وقت عقبال ما يسيب الفنتريكل للاورتو. طب اخزان الوقت دوت هيعمل ايه؟ هيعمل كلوجر ديلي، هيأخر بدايه الدايستول شويه، او هيأخر سوري الايه الكلوجر بتاعت الفالف. ف في نفس اللحظه وهو ده متاخر، مين قفل؟ البالمونري. ما هو البالمونري نورمال سيستول، نورمال فالف، نو ديلي. فطالما نو ديلي فده قفل بدري، والاي 2 قفل متاخر، فالايه فالبالمونري سبق الاورتيك، فحصل بارادوكسيكال سبليتنج في ايه؟ في حاله الاكسبيريشن اللي هي كانت اصلا ديورنج اكسبيريشن مينيمال اور نو ديلي، او لو في ديلي هيبقى مازال الاورطه بيقفل بدري، لكن هنا لا، ده البالمونري قفل بدري لان البالمونري نورمال ضخ الدم، بس ده المعلم ده قاعدين مستنينا، يلا يلا يا دم عدي خلال الباب المقفول، مستنين قاعدين مستنين مستنين مستنين، فحصل ايه؟ كلوجر ديلي، فده قفل متاخر، ده اللي سبقه بارادوكسيكال سبليتنج ان اكسبيريشن. طيب ديورنج انسبيريشن بقى، ديورنج انسبيريشن ليز ا نورمال بالمونري ديلي، اصلا ما احنا لسه شارحين ان ديورنج انسبيريشن كميه الدم في الرايت هارت كتير، فاصلا البالمونري متاخر كده كده، اولسو الاورتيك فالف متاخر، بس تاخر الاورتيك فالف والبالمونري فالف قربوا المسافه من بعض. يعني ايه؟ يعني بسبب ان الاورطه كده كده متاخر والبالمونري اتاخر هو كمان عشان احنا في انسبيريشن، فالانترفل ما بينهم قلت، فبقى في برضه سبليتنج
بارادوكسيكال سبليتنج، بس ايه المسافه اقل ديورنج انسبيريشن. ليه؟ لان اصلا البلمونري نورمال ديورنج انسبيريشن متاخر، وعلى حظي الاسود في اورتيك ستينوزس فهو كمان اتاخر، فلما ده اتاخر وده اتاخر الاثنين قربوا من بعض، لكن ديورنج اكسبيريشن ده متاخر بس ده بدري، فالاثنين بقى المسافه ما بينهم كبيره، واصلا في الطبيعي الاورطه بيقفل قبل البلمونري. تمام، يبقى نركز تاني في الثلاث صور يا رب تكون مفهومه. عشان كده اول فايندنج عندنا ديمينيشد اي 2 وفهمناها اند بارادوكسيكال سبليتنج. شكرا. الكلام اللي انا بشرحه ده معلش يعني استقطاع وقت صغير كده، بس الكلام اللي انا بشرحه ده كلام نظري، يعني عمرنا ما هنسمع الكلام ده. تمام، او يمكن بيسمعوه بتوع الكارديولوجي، ما اعرفش يعني، او ممكن بيسمعوه بقى الناس اللي هم عاليين قوي، بس الكلام ده نظريا. تمام، الحاجات ديت مش هتبقى باينه قوي، لان اصلا السايكل بتحصل في 0.08 سكند. تمام، ف عشان نبقى فاهمين يعني الكلام ده مش نظري، عشان حضرتك في الام سي كيو تحله صح، عشان تبقى فاهم برضو الهيموداينامكس او فاهم الفسيولوجي. طيب ايجيكشن كليك يعني ايه؟ فاكر لما احنا قلنا في المايكل بيحصل حاجه اسمها اوبننج سناب سادن سيزيشن للفولف؟ هي نفسها نفس القصه، الدم بيحاول يتضخ فالاورطه ده بيحاول يفتح، بس فجاه هو ستيف، هو في ستينوز قفل فجاه فعمل صوت. الصوت لما يبقى في السيميليونر فالف بنسميها ايجيكشن كليك. وليه ايجيكشن؟ عشان هي ديورنج السيستول. تمام، طيب ادي ايجيكشن كليك. كريشندو دي كريشندو ايجيكشن سيستوليك ميرمر، بمعنى يعني ايه؟ نرجع بس، بروباجيتد تو كاروتيد بيست هيرد ان اورتيكالي، اظن انت فاهم الاورتيكالي دي فين خلاص. طيب ايه اللي بيحصل؟ الدم نزل من الاتريا للفنتركل ديورنج الايه؟ الدايستول. بعد كده حصل كلوجر للفالف بتاعت الاتروفنتريكولار فالف فعمل السوان. ثم هنبدا دلوقتي السيستول، يبدا يحصل فنتريكولار كونتراكشن، الدم يتضخ، الماكسيمم فنتريكولار كونتراكشن في النص، ما هو ده الفنتريك عمال يزيد 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 يزيد، يعمل رابيد ايجكشن فيز، ثم بعد كده يتحول الى ريدوس ايجكشن فيز، الدم بيقل، البريشر بيقل شويه. فاول حاجه حصل اس 1 كلوجر اوف اتروفنتريكولار فالف، الدم هيبدا يتضخ، حصل ايه؟ ايجكشن، بس فيه هنا ستينوزز فهيعمل تربلنس للفلو. التربلنس فلو دوت يبدا من بدايه السيستول ويبدا يعلى 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 لحد الماكسيمم فنتريكولار كونتراكشن، فعشان كده اسمه كريشندو زايد، ثم بعد كده يبدا يقل لان جزء من الدم خلاص راح والدنيا خلاص بدات اهدى من هنا شويه، فيبدا التربلنس يقل شويه فينزل فيه الصوت فيعمل كريشندو 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 في فتره ايه؟ سيستول، في فتره السيستول. يبقى كريشندو ديكريشندو سيستوليك ميرمر. تمام، الصوت اللي حصل هنا ده اثناء ضخ الدم في الاورطه، هو مين طالع من الاورطه؟ الكاروتيد. الصوت ده ترانسميتد كده يطلع 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 نسمعه في الكاروتيد. فبص انائي، لو انا حطيت السماعه على الاورتيك اريا ومشيت شويه وطالع فوق الكاروتيد الاقي الصوت بيعلى، عشان كده بروباجيتد تو الكاروتيد. يبقى كريشندو ديكريشندو ايجكشن سيستوليك ميرمر، اثناء الايجكشن اثناء السيستول بروباجيت تو كاروتيد بيست هيردين ايه؟ اورتيك اريا طبعا. اخر حاجه اس 4، ايه قصه الاس 4؟ ادي الفنتريكل وادي السنوتيك اورتيك فالف. الفنتريكل كل ما يجي يضخ الدم يلاقي فيه هنا ريزيستنس، يلاقي هنا الدنيا مقفوله، فقال لك بقى انا مش هينفع كده، انا لازم اقوي عضلاتي عشان اقدر اضخ الدم اجينست ريزيستنس، فيبدا يحصل فنتريكولار هايبرتفي، بس معلش المره دي لجوه. ليه لجوه؟ عشان الماسل تكبر، المره دي مش الفوليوم اللي زياده، المره دي في حاجه قافله البوابه، فبالتالي انا عايز اقوي عضلاتي علشان اوفر كم هذه الريزيستنس، فيبدا يحصل كونسنتريك هايبرتوفي دايلاتيشن او هايبرتوفي لجوه عشان الماسل تكبر. تحول الفنتريكل من كونه طري كده وحلو ولذيذ الى كونه حاجه ناشفه، حاجه عضل، حاجه محجره، فيجي الاتريا يكونتراكت اجينست مين؟ اجينست ستيف ليفت فنتريكل، فيعمل صوت، الصوت ده هو الاس 4، الصوت ده هو الاس 4 اللي احنا قلناه في الاول خالص، اتريال كيك اجينست ايه؟ ستيف ليفت فنتريكل. تمام؟ تمام، يبقى عشان كده ممكن نسمع اس 4 في الاورتيك ايه؟ الاستينوزس.
الكومبليكيشن اظن واضح، ليفت فينتريكولا هايبرتروفي كونسنتريك. حط الصوت عشان تسمع، تسمع لوب صوت مرمر يعلى ثم دوب، لوب صوت مرمر يعلى ثم يقل شويه بعد كده دوب. طبعا الصوت متبطأ 4 أضعاف عشان حضرتك تفهم. بالمونري ستينوزس ما ينطبق على الأورطة ينطبق على البالمونري، هو هو نفس الكلام، ولكن الكوزز الموست كومن كوز هو الكونجنتال بالمونري ستينوزس وال الاوسكالتاتي فايندينج سيم از الاورتيك ستينوزس. تمام. طيب اورتيك ريجرجيتيشن معناه ايه؟ ادي النورمال اورتيك فولف مقفول، يقفل كده يبقى حلو هنا ومقفول والدم ما يعديش. لا المره دي ما قفلش. طيب ايه الكومن كوزز؟ روماتيك فيفر خلاص واضح، اورتيك فالف برولابس ماشي، اورتيك دايسكشن اكستندنج تو ذا فالف ان الدم يبقى ساعات كده يحصل اورتيك دايسكشن ان الاورطه يتفتح منه حته فالدم يلف كده ويرجع على الاورتيك فالف فيعمل ايه؟ فيعمل الريجرجيتيشن او شيست تروم. تمام. ايه الاوسكالتاتين فايندنجز؟ نورمال اس 2 دي اول حاجه هتقرفنا في عيشتنا. تمشي يا عم لسه قايل لي الاورتيك ريجرج يعني بريشر هيزيد وقصه، هنفهم دلوقتي. نورمال اس 2 ميترال ستينوزز اند اورتيك ستينوزز ميرمر ماشي، سوفت بلوينج ال دايستوليك ديكريشندو ميرمر واس 3. واحده واحده نفهم الكلام ده. اول حاجه ادي الفنتريكل وادي الاورطه، في الفيرست سايكل اثناء السيستول الفنتريكل ده هيضخ الدم في الاورطه مفيش مشاكل. بعد كده في البروتو دايستوليك فيز فنتريكل تند تو ريلاكس بلاد تند تو ريجيرج، بس المره دي الفالف مش هيقفل فالدم هيعدي، وهو بيعدي من الفالف اللي ما قفلش بيعمل صوت شبه الصفاره فسموه سوفت بلوينج. دي اول نقطه. التربنس للفلو ده حصل امتى؟ حصل اثناء بدايه الدايستول فقل دايستوليك ميرمر ويبدا يقل، ما هو الدم هنا كده هيبدا يعدي 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 لحد ما الفالف ده في لحظه كده هيبدا يقفل او يضيق. القصه دي حصلت امتى؟ حصلت اثناء الدايستول، فهنا التربلس اوف فلو ماكسيمم في ال دايستول ويبدا يقل شويه عشان كده ديكريشندو، فتربلس اوف فلو ان ال دايستول ديكريز ان انتنسيتي مع الوقت فيعمل ال دايستوليك، وعشان هو صوت شبه الصفاره سوفت بلوينج ديكريشندو ميرور فيبدا اس 1 سيستول ثم اس 2 اللي هو المفروض الكلوجر للايتو فنتريكولار سوري للاورتيك فالف ما قفلش فعمل الميرمر وبدا يقل شويه لحد بدايه الاس 1. تمام. طيب سكند سايكل، احنا دلوقتي في الفيرست سايكل، سكند سايكل الدم اصلا هنا متراكم في بلاد حصل له ريجيرج فروم بريفيوس سايكل وفي نيو بلاد نازل من الاتريا تحت، فالفنتريكل بقى عنده اكسترا فوليوم، الاكسترا فوليوم ده يعمل هايبرتوفي بس شبه ايه؟ اكسنتريك لبره علشان في فوليوم زياده. تمام. يبقى الاورتيك ريجيرش الدم بيرجع فبيتراكم هنا فبيعمل اكسترا فوليوم فيعمل اكسنتريك هايبرتوفي. تمام. طيب احنا من الكلام اللي احنا قلناه ده قلنا مين؟ شرحنا بس السوفت بلوينج ايرلي دايستوليك ديكريشندو مرمر، ده بس اللي شرحناه، وشرحنا من ضمن الكومبليكيشن هتيجي كمان شويه ان هيحصل ايه؟ ليفت فنتريكولار دايلاتيشن او اكسنتريك هايبرتوفي. لسه ما قلناش يعني ليه في نورمال اس 2 ولسه ما قلناش ليه في مايترال سينوز واورتيك سينوز. طيب الدم كتير في الليفت فنتريكل، الليفت فنتريكل بدا يكبر لبره ويعمل ليفت فنتريكل دايلاتيشن، الدايلاتيشن بتاع الليفت فنتريكل بيزق غصب عنه عشان هو كبر الليفلت بتاعت المايترال فولف يعمل بوستير ديسبليسمنت فيزقها لجوه شويه فيعمل مايترال ستينوز، فممكن اسمع المرور بتاعت المايترال ستينوز. تمام. تمام. الدم كتير في الليفت فنتريكل، ما هو سايكل ورا سايكل كل شويه دم يحصل له ريجيرش، الدم الكتير بيحاول يطلع اجينست البوابه اللي هي طبيعيه مش ستينوتك بس هي ضيقه مقارنه بكميه هذا الدم، مش متعوده على هذا الدم الكتير فيحصل فانكشنال اورتيك ستينوسس. تمام. تمام. يبقى كده شرحنا ليه في مايترال ستينوزز واورتيك ستينوز ميرمر مع الاورتيك ريجرجيتيشن. طيب الدم هنا كتير
في الفنتريكل، وفي نفس الوقت نازل دم من الاتريا، ففي فلو زياده او ليفت فنتريكولر فيلنج بريشر عالي، فكأن الدم ده بيخبط على الميه اللي موجوده هنا فيعمل صوت امواج، اللي هي صوت او صوت اللي هي يعني كأنها صوت امواج بتخبط في بعض، فيعمل اس 3 ساوند. يبقى احنا كده فهمنا ليه في اس 3 في الاورتيك ريجرش. طيب فاكر دي قلنا ايه؟ قلنا الاورطه بيتضخ فيه الدم، ثم فنتريكل تنز تو ريلاكس، فالبلاد تنز تو ريجيرش، بس مش بيحصل ريجيرش في النورمال عشان بيعبي في الاكياس، ولما بيعبي في الاكياس بيقفل الفالف. طيب ايه اللي بيحصل بقى في حالات الريجيرش؟ في لارج فوليوم اوف بلاد حصل له ايجكشن ديورنج السيستول. ليه لارج فوليوم؟ علشان اصلا الفنتريكل معبي دم من السايكل اللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها بسبب الريجيرش. الدم الكتير قوي قوي اللي في الليفت فنتريكل اللي اتضخ بكميه كبيره في الاورطه هيعلي البريشر في الاورطه جدا وبسرعه، فيعمل رابيد رايز ان بريشر يوصل ل 200 مثلا مره واحده. البريشر في الاورطه يعني خلاص مش قادر، لان اصلا الفنتريكل مليان دم. ثم الفنتريكل تنس تو ريلاكس، فالبلاد تن تو ريجيرج، والبلاد هيريجيرج فعلا، فكل الدم اللي اتضخ في الاورطه مره واحده حصل له سادن ريجيرج، فحصل سادن ديكريز في الاورتيك بريشر، فهنا البريشر بقى قليل، لان اصلا الفالف ده مفتوح بحري، مفتوح بحري ومش هيقفل للاخر. فهيعمل ايه؟ فهيعمل ان البريشر القليل اللي هنا ده مش هيرزع الباب جامد، فمش هيعمل اكسنتويشن، هيعمل نورمال اس 2 او سلايتلي ديكريز. نفهم بطريقه اخرى، اللي بالاصفر ده هو النورمال، واللي بالاحمر ده هو الريجيرش. ده كيرف بيمثل الفوليوم، ده كيرف بيمثل الفوليوم، وفي النص ده الفالف كلوج. خلينا نقول النورمال الاول. عند مثلا بريشر 100 الدم اتضخ في الفنتريكل، الدم اتضخ من الفنتريكل في الاورطه، فعلى البريشر في الاورطه بقى 120 مليمتر ميركوري. الفنتريكل تنس تو ريلاكس، فالبلاد تنس تو ريجيرج، فقبل الفالف عند تقريبا 100، فعمل فالف كلوجر النورمال، الساوند النورمال بتاعي تمام. وبعد كده البريشر بدأ يقل في الاورطه، لان جزء من الدم خلاص ساب الاورطه وراح للبريفرال سيركيوليشن والدنيا خلاص، فيبدأ يقل تاني. هنا ده النورمال. طيب في حالات الاورتيك ريجيرج الدم هيتضخ عند 100 برضو عادي تمام، بس كميه دم كبيره، كميه دم كبيره طلعت من الفنتريكل، فعلت لي البريشر بكميه كبيره في الاورطه، فالبريشر عالي 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 عالي، بقى وصل ل 160 مليمتر مركري تمام. البريشر لما عالي هنا عمل سادن رايز ان بريشر، وصل ل 200 او 160، فجاه كل الدم ده هيحصل له ريجيرج مره واحده، بس الفالف هيقفل في نفس الميعاد، هيقفل في النص. ليه؟ هو الفالف دلوقتي الدم راجع، فجزء منه بيعبي في القاصب صح، وجزء منه بيحصل له ريجيرج، الفالف ما قفلش للاخر، علشان كده البريشر في الاورطه قل زياده عن اللزوم، بس في نفس الوقت الفالف اتقفل في نفس اللحظه بتاعت النورمال. ما هو نفس الوقت اللي هيحصل فيه الدايستول، هيحصل ان الدم يرجع، فجزء منه هيعبي في القصب يحاول يقفل الفالف، والفالف في نفس الوقت ما قفلش للاخر، فالدم كمل دخول في الفنتركل، فهيعمل الساوند نورمال لانه قفل في نفس الوقت بنفس البريشر، في نص البريشر، في نص البريشر، يعني لو كان النورمال قفل عند 100 فالابنورمال قفل عند 100 برضه، بس لسه الدم بيخش جوه الفنتريكل، فلسه البريشر بيقل، فلسه البريشر بيقل ل 60 تمام. فهيعمل اس 2 نورمال اور سلايتلي ديكريزد، او تقل حاجه بسيطه. ليه؟ لان الفالف ما قفلش. هشرحها تاني، ده بيمثل الفوليوم والبريشر في نفس الوقت تمام، كانه بيمثل الفوليوم والبريشر. النورمال ان ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الفنتريكل هيضخ الدم فهيوصل للاورطه، يعني هيضخ الدم، يبقى هنا كده البريشر 100 فوصل للاورطه ل 120، وده النورمال. ثم فنتريكل تنز تو ريجير تو ريلاكس، فالبلاد تند تو ريجيرش، فهيبدا البريشر يقل تاني في الاورطه، بس هيقفل هيقفل الفالف، هيحصل كلوجر للفالف بتاع الاورطه، قفلت الفالف بتاعت الاورطه، فهيبدا الدم خلاص الفالف اتقفل، وحصل انعزال ما بين البريشر بتاع الفنتركل والبريشر بتاع الاورطه، وجزء من الدم راح للبريفرال سيركيليشن، فيبدا البريشر شويه يقل في الايه؟ في الاورطه، هيوصل ل 80 مليمتر ميركل اللي هو النورمال بتاع الدايستول تمام؟ طيب احنا قلنا ان الفالف علشان يعمل صوت عالي محتاج البريشر هنا يبقى عالي جدا.
طب ايه اللي بيحصل في الاورتيك ريجيرش؟ الدم بيتضخ، بس بيتضخ بكميه كبيره لان اوريدي الفنتريكل معبي دم من السايكل اللي قبليها واللي قبليها، فالبريشر هيعلى ل 160 مليمتر مركري. الفنتريكل تند تو ريلاكس فالبلد تند تو ريجيرش، فهيحصل له ريجيرش فعلا، بس وهو بيريجيرش جزء منه بيخش جوه الفنتريكل وجزء منه بيعبي في القصب، فالفالف هيقفل عند لحظه هي نفس اللحظه بتاعت النورمال، فيعمل اس 2 نورمال، بس في نفس الوقت هو مش هيقفل للاخر، ففي شويه دم هيخشوا تاني جوه الفنتريكل، فالبريشر جوه الاورطه هيقل اكتر واكتر، فهينزل تحت اكتر واكتر، تمام؟ سادن فول امبريشر، تمام؟ بس الفالف قفل في نفس اللحظه، مفيش فرق، لان الدم راجع اهو، راجع، فهيقفل. فهيعمل ايه؟ اس 2 نورمال، لان البريشر في اللحظه هنا قليل، او في لحظه النص يعني ايه يعتبر نورمال، فبالتالي الفالف مش هيقفل جامد، فيعمل اس 2 نورمال. يا رب يا رب تكون اتفهمت. سادن رايز ان بريشر ثم صادم فول هيعمل ايه؟ 200 في السيستول 60 في الداستول، فبقى الفرق ما بينهم كبير. رابد رايز سيستول ذن رابد فول في الداستول، فيعمل وايد بالس بريشر اللي هو الفرق ما بين السيستول والداستول. طب لما الدم يبقى بيتضخ بكميه سريعه ويتسحب مره واحده ويتضخ بكميه سريعه ويتسحب مره واحده ويتضخ بكميه سريعه وهكذا، ده بيبقى اسمه هايبر دايناميك سيركيوليشن. يعمل رابد ديستنشن للارتريز ثم رابد كولابس للارتريز، هايبر دايناميك سيركيوليشن، وينتج عنها فيزيكال فايندنجز كتيره جدا. هي الجدول اللي قدامنا ده، نلاقي ان الشخص ده كل جسمه بيبلصيت، كل جسمه بينبض، عندنا كوريجان ساين او كوريجان بالس او اللي هي الووتر هار بالس، الرابد اند فورسفول ديستنشن للارتيريال بالس اللي هي بنحسها عند كده الفور ار، وبعد كده ويت كولابس بيعمل ديموسيت ساين، نلاقي ان راسه عماله ايه تزق كده بوبينج، ليه؟ بسبب البلسيشن. مولر ساين فيزيبل بلسيشن في اليوفيلا، كوينك ساين كابيلاري بلسيشن، ترابو ساين او اللي اسمها بيستول شوت، احس الاقي فيه سيستوليك اند دايستوليك ساوند على الفيمورال ارتر، دم بيتضخ وبيتسحب مره واحده، دم بيتضخ ويتسحب مره واحده. دروزيوس ساين الاقي فيه بروي محسوسه في الفيمورال ارتري. هيل ساين الاقي ان البوبلوتيال بريشر بيعدي البريكيال بريشر ب 60 مليمتر مركري، المفروض الفرق ما بينهم 10 ل 20%، يعني تقريبا 10 الى 20 مليمتر مركري، تمام؟ لان في ايه الكف البوبليتال بريشر فيه عالي، اعلى فرق كبير من البريكيال، ده بسبب ان الدم بيتضخ وبيتسحب مره واحده، تمام؟ فدي اهم ساينز او فيزيكال فايندنج بنلاقيها في الايه؟ في الاورتيك ريجرش، تمام؟ ايه الكومبليكيشن؟ ليفت فينتريكولار هايبرتروفي اكسنتريك اظن شرحناها، وادي الصوت نسمع ايه اثناء الدايستول، لوب دوب ميرمر صغير والاس 2 مش عاليه قوي. بالمونري ريجيرش الموست كومن كوز هو سكندري تو بالمونري ارتيريال هايبرتنشن، تمام؟ البريشر عالي جوه البالمونري، فبالتالي بيزق على الفالف، فنلاقي ان ايه ممكن يفتح الفالف على البحر، يفتح الفالف على البحري من كتر البريشر اللي فيه، تمام؟ فيعمل بالمونري ريجرجيتيشن. نفس هو الميرمر بتاع الاورطه، بس بلاقي فيه اكسنتويتد بي 2، ليه؟ لان هنا بقى فعلا البريشر فيه بالمونري هايبرتنشن، في بريشر عالي في ورا الفالف، فبيرزع الفالف، بيرزعه بيقفله بالعافيه، كأن انا بجيب باب وكل شويه اجي اقوم هب، كل شويه اجي اقوم هب، شويه ممكن الاقي الباب فتح الناحيه الثانيه من كتر الهب، اتكسر بقى مكسور، كل ما انا بهبده اكتر كل ما انا بكسره، فلما بكسره عمل ايه؟ فتح الباب على البحر يعمل ريجيرش، بس قبل ما يتكسر كل ما باجي اهبده برزعه جامد فبيعمل صوت عالي، تمام؟ الميرمر بتاع اسمه جراهام ستيل ميرمر، تمام؟ ايه الكومبليكيشنز؟ رايت فينتريكولار انلارجمنت اند سيستوليك ديسفانكشن، اظن واضح ليه نفس القصه بنفس الرسمه اللي احنا قلناها في بالمونيا هايبرتنشن، فالرايت فينتريكل بيعاني اجينست ريزيستنس فبيعمل ايه؟ فينتريكولار انلارجمنت، والسيستول بيبقى ضعيف، بيبقى في سيستوليك ديسفانكشن في الرايت فينتريكل، تمام؟
اخر حاجه سريعه الانفستيجيشن او التريتمنت، انفستيجيشن والتريتمنت اللي ممكن نحتاجه او نتكلم عنه في الفالفر هارت ديزيز. بالنسبه للانفستيجيشن الايكو هو الميثود اوف تشويس، الايكو ده افضل حاجه، هو اللي هيبين لي الفالف عامل ازاي. اي سي جي ممكن الاقي فيه بعض الفايندنجز زي الاتر فايبريشن، الاقي فينتريكولار هايبرتوفي، الحاجات اللي احنا قلناها بتاعت الكومبليكيشن، شيست اكس راي الاقي برضو كارديوميجالي او الاقي جزء من الهارت في دايلاتيشن. طيب بالنسبه للتريتمنت في حالات الاستينوزس عندنا ثلاث انواع او ثلاثه اوبشن. اول حاجه البيركيوتينيوس بالون فالفوبلاستي، احنا بنتكلم في الاستينوزس الفالف مقفول، فاخش كده بقسطره ببالونه والبالونه دي انفخها، فلما انفخها تفتح لي الفالف زياده عن اللزوم شويه عشان هو استينوز. ما نفعتش بعمل سيرجيكال ريبير، اخش اصلح المشكله بنفسي سيرجيكال ريبير، او اخر حاجه ريبليسمنت ان انا بدل الفالف ده بفالف تاني. طبعا الريبير افضل بكتير من الريبليسمنت، لان الريبليسمنت ده عرضه ان يبدا يحصل فيجيتيشنز ويبدا يحصل عليها انفكشن ويبدا يحصل فيها مصايب سود. طيب في حالات الريجيرش ما قداميش غير ان انا اعمل يا اما سيرجيكال ريبير يا اما ريبليسمنت، وده ببساطه شديده واختصار. تمام كده نبقى احنا خلصنا محاضره الفالفر هارت ديزيز، اتمنى اكون فكيت الطلاسم بتاعتها واكون سهلت المعلومات. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك.